بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله يا شباب نتحدث عن التايتريشن اوف بولي بيزك بيز. تكلمنا في الحصة الماضية عن التايتريشن اوف بولي بروتيك اسيدز وشفنا مثال على البولي بروتيك اسيدز، اخذنا الكربونيك اسيد. اليوم ان شاء الله كمثال على البولي بيزك بيزز بناخد او بنتكلم عن الصوديوم فوسفيت. فالصوديوم فوسفيت طبعا هي الصولت للفوسفوريك اسيد او احد الصولت للفوسفوريك اسيد. في البدايه يعني ممكن نقول انه الفوسفيت كفوسفيت صوديوم فوسفيت او تراي صوديوم فوسفيت هي الان بروتونيتد صولت للفوسفوريك اسيد. لو جينا بدنا نتكلم عن الان بروتونيتد صولت للفوسفوريك اسيد اللي هو الفوسفيت، بنقول الفوسفيت Na3PO4 Na3PO4. فلما نتكلم عن الصوديوم او تراي صوديوم فوسفيت، طبعا الصوديوم سبكتاتور ما بيتفاعل مع المية لانه very weak conjugate acid. ليه very weak conjugate acid؟ قال لانه جاي من strong base، فبالتالي في عنا فقط PO4 ثلاثة سالب الفوسفيت. فبنقول جيد كتير انه نحاول نفهم مع بعض كيف بتتم عملية المعايرة. في البداية خالص قبل اضافة اي HCl عندي يعني 0 مل من ال HCl، فانا بقول والله عند هذه النقطة تحديدا في عندي هان فوسفيت فقط، لكن مجرد ما اني ابدأ اضيف HCl على الفوسفيت بلاحظ انه الفوسفيت بتبدأ تقل وبيبدأ يتكون عندي HPO4 اثنين سالب، مش هيك؟ طيب بتستمر عملية الاضافة فالفوسفيت بتقل وال HPO4 اثنين سالب بتزيد لغاية ما اوصل لنقطة، هذه النقطة هي نقطة التكافؤ الأولى اللي عندها كل الفوسفيت تتحول لل HPO4 اثنين سالب، هذه عند نقطة التكافؤ الأولى. بعد هيك تستمر الإضافة، بضيف H بلس إضافي HC الإضافي، فبلاحظ إنه ال HPO4 طبعا بدها تقل وبده يبدأ يتكون H2PO4 سالب. بتستمر عملية الإضافة لغاية ما كل الـ HPO4 اثنين سالب تنتهي وبتتحول في نقطة ما اللي هي نقطة النهاية إلى H2PO4 سالب. يبقى عند نقطة النهاية الثانية بلاحظ انه في عندي فقط H2PO4 سالب، بضيف كمان H بلس بلاحظ انه ال H2PO4 اللي هي سالب بتقل وبيبدأ ال H3PO4 يتكون، بيستمر هذا الشيء لغاية ما كل الـ H2PO4 تنتهي وبالتالي تتحول كلها لـ H3PO4 عند نقطة التكافؤ الثالثة. طيب استمرينا في إضافة الـ HCl، بقول والله الـ H3PO4 أسيد والـ HCl برضو أسيد بتفعلوش مع بعض، يعني كمية الـ H بلس عمال بتزيد مع زيادة الإضافة من الـ HCl. لو جينا طلعنا يا شباب في عندي عدة مواضع في الكيرف لازم أكون بعرف أحسب الـ pH بشكل ممتاز عندها. يعني في البداية مثلا عندي فوسفيت after addition of 0 mil، عندي بس فوسفيت، فبقول والله كيف بدي أحسب الـ pH للفوسفيت؟ بقول الفوسفيت هذا عبارة عن unprotonated salt. unprotonated salt معناته بتدافعله مع المية، بتفكك في المية، بعطيني هيدروكسيد و HPO4 اثنين سالب. مدام بعطيني هيدروكسيد اذا هذا KB، KB بيساوي KW على الKA3، بجيب الKB وبفكك
ومن تفكك الفوسفات بعالجه بالضبط زي ما يكون salt of monoprotic acid. نفس الكلام مدام جبت الكي بي خلاص انتهى. طيب بعد هيك بلاحظ انه هذه منطقة بفر، عندي اسيد اسمه HPO4 اثنين سالب وعندي كونجوجت بيز فوسفات، بعرف كيف احسب البي اتش للبفر. عند نقطة التكافؤ الاولى عندي فقط HPO4 اثنين سالب، هذه مادة كيف بدي احسب البي اتش الها؟ بطلع عليها بلاقي انه هذا عبارة عن salt of polyprotic acid، بس هذا salt protonated، يبقى protonated salt. اذا على القانون لكن مش اي قانون، بطلع على الشحنة اللي عليه بلاقيها اثنين سالب. ايش معنى اثنين سالب؟ معناته الجذر التربيعي لها Ka2Kw زائد Ka2Ka3 تركيز الصولت على Ka2 زائد تركيز الصولت. ممتاز، بيمشي خطوة تانية بيبدأ يتكون عندنا بفر تاني، هاي الأسيد وهاي الكونجوجيت بيز تبعه، يبقى منطقة بفر. حساب البي اتش للبفر سهلة جدا. عند نقطة التكافؤ الثانية بلاحظ انه عندي H2PO4 سالب. طب هذا ال H2PO4 سالب كيف بدي احسب له البي اتش؟ برضو هذا salt of protic acid، ومش بس هيك هذا protonated salt، معنى كلام برضو على القانون. ايش يعني على القانون؟ قال يعني الجذر التربيعي لل Ka1Kw زائد Ka1Ka2 تركيز السولت على Ka1 زائد تركيز السولت بيساوي ال H بلس. طيب في هذه المنطقة عندي داي هيدروجين فوسفات وفوسفوريك أسيد، أسيد و its conjugate base، إذا برضو كمان عندي بفر ثالث. طيب بفر ثالث بقدر أحسب ال pH بسهولة. عند نقطة التكافؤ الثالثة فقط عندي فوسفوريك أسيد، كيف بدي أحسب ال pH للفوسفوريك أسيد؟ هذا بوليبروتيك اسيد، بدي اقول Ka1 على Ka2، اذا اكثر من 100 بدي الغي Ka2 Ka3، بضل عندي بس التفكك الاول للفوسفوريك اسيد بقدر اجيب البي اتش. طيب اخيرا الفوسفوريك اسيد اضفت عليه اكسس اتش بلس، قال والله هذا عباره عن ميكشر بتوين تو اسيدز، سترونج اسيد وويك اسيد. كويس، كيف بدي اجيب البي اتش للميكشر هذا؟ اتعلمنا كيف نجيبها سابقا وحسبنا، احنا حنعاود نعيد هذا الكلام مره ثانيه بعد شويه. يبقى هذه هي المناطق اللي احنا بنتحدث عنها، ولو جيت طلعت الحط لك كان 50 مل، طبعا بناء على المثال اللي بعد شويه حناخده، مش 50 مل يعني خلاص هي 50 مل، لا، لو كان عندنا 50 مل من 0.1 مولر فوسفيت وانا بدي اعيرها 0.1 مولر HCl، ساعتها هذه بتكون 50 مل. ليه؟ لانه 50 مل 0.1 مولر فوسفيت يعني 5 ملي مول. قديش بدها من ال HCl؟ بدها 5 ملي مول زيها. 5 مليون يعني 50 مل. 50 مل بتوصلنا لنقطة التكافؤ الأولى، 50 مل نقطة التكافؤ الثانية، 50 مل نقطة التكافؤ الثالثة. يعني مثلا لو أنا يعني أضفت 60 مل بقول انا اضفت اول حاجه اول 50 راحوا في تحويل الفوسفات للهيدروجين فوسفات، لما اضيف 60 اذا ضايل 10، وين ال 10؟ ال 10 انا اضفتهم على الهيدروجين فوسفات. كويس، لو اضفت مثلا 120 مل بقول اول 50 حولت الفوسفات للهيدروجين فوسفات، ثاني 50 حولت الهيدروجين فوسفات للداي هيدروجين فوسفات، هي 100. طب ضايل 20، قال يبقى انا اضفت 20 مل من الاتش سي على الداي هيدروجين فوسفيت. ماخدين بالكم ايش معنى الحجوم هذه؟ كويس كثير. الان خلينا نطلع على مثال ونحاول انه نطبق المفاهيم اللي ذكرناها هان في حل المثال او في ايجاد البي اتش ات ديفرنت اديشنز او افتر ديفرنت اديشنز من الاتش سي ال. فنتطلع على المثال. المثال بيقول التالي، بيقول find the pH of a 50 ml solution of a 0.1 molar sodium phosphate. يبقى عندي 0.1 molar
صوديوم فوسفيت. نعطينا طبعا الكي اي 1 والكي اي 2 والكي اي 3 وانت دبر حالك، بتعوز الكي بي جيبه، بتعوز كي اي 1 خده، كي اي 2 خده، كي اي 3 خده، انت حر دبر حالك. هو بعطيك بس ايه كي اي 1 وكي اي 2 كي اي 3. بيقول لك after addition of 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 and 175 mL of 0.1 molar HCl. فنبدأ إضافة إضافة، نبدأ بإضافة إضافة بس. هاي الكيرف للمعلومات، هاي الكيرف لزيادة في التأكد. هاي الميل اتش سي ال، وبدي اقول انا افتر اديشن اوف ايه 0 ميل من الاتش سي ال. عند 0 ميل ايش في عندي؟ طبعا بي اتش عالي لانه صولت، لانه بيز البي اتش تبعته ايه عاليه. فحيطلع عندي لما اجي اقول والله فوسفيت 0 ميل، معنى كلام انا ما اضفتش اي شيء، انا عندي 0.1 مولر صوديوم فوسفيت، اذا الفوسفيت عندي 0.1 مولر ما تغيرت. ليه؟ لانه ما اضفت عليها اي شيء، ما اضفت على الفوسفيت اي شيء، فضايل عندي 0.1 مولر فوسفيت. اذا كيف بدي اجيب البي اتش الها؟ بقول والله الان بروتونيتد سولت هيك بحسب له البي اتش، بحط عليه ميه بتفكك، هيدروجين فوسفيت وهيدروكسيد، كي بي بيساوي كي دبليو على الكي اي 3، يعني الكي بي بيساوي 0.02 2%. وبعدين باجي بقول والله من الجدول 0.100 0.1 ماينس اكس اكس اكس، الكي بي بدها تساوي الاكس تربيع على ال 0.1 ماينس اكس، بقول فرضيه 0.1 اكبر كثير من الاكس، اذا الاكس بتساوي 45 من 1000، الريلاتيف ايرور 45%، مش مقبول، invalid assumption. اذا لازم نحل باستخدام الكوادراتيك ايكويشن. لو حلينا حيطلع 36 من 1000، لكن مش مطلوب منك تحل باستخدام الكوادراتيك ايكويشن، فقط بتقول انه الاسامبشن invalid، يعني لازم نستخدم الكوادراتيك ايكويشن لايجاد الاكس والاتش بلس. بالنسبة لي هان انا الاكس 36 من 1000 بتطلع باستخدام الكوادراتيك ايكويشن، معنى كان البي او اتش 1 و44 والبي اتش 12 و56. هذا مباشر مر معنا كيف نحسب البي اتش للفوسفيت قبل هيك، ماشي يا شباب. طيب الان نيجي نضيف اتش سي ال، اي حجم من الاتش سي ال، نضيف 25 ميل من الاتش سي ال. 25 ميل معناته والله هاي البي او 4 بدها تقل، والاتش بي او 4 بدها تزيد. هذا بفر سوليوشن، ما علينا. بنقول والله الانيشال ملي مول فوسفيت 0.1 في 50 يعني 5 ملي مول، وتذكر هذا الرقم حيضلوا 5 طول المساله، لانه ممكن الفوسفيت تتحول من شكل لاخر، لكن مجموع الفوسفيت سبيسيز دائما 5 ما بيتغير، فهذا الرقم حيضلوا معنا على طول. الملي مول اتش بلس ادد بعد اضافه 25 ملي يعني 0.1 في 25 معنى كلام برضو 2.5. اذا الملي مول فوسفيت ليفت 5 ناقص 2.5 يعني 2.5، يبقى تركيز الفوسفيت 2.5 على التوتال فوليوم 50 و25 75، مش هيك؟ في نفس الوقت على طول انا بقول هذا قل هذا تكون، هذا تفاعل هذا تكون، اذا الملي مول هيدروجين فوسفيت لازم يكون 2.5. ليه؟ لانه مجموع الهيدروجين فوسفيت والفوسفيت لازم يكون 5، فاذا كان هذا ضله 2.5 اذا هذا لازم يكون 2.5، مش هيك؟ وبرضه كمان احنا فينا نعمل هذا الكلام كالتالي، البي او 4 زائد اتش بلس بتعطي لنا اتش. لو جيت طلعت هان ايش بلاقي؟ بلاقي بفر. بفر كيف بدي احل البفر سوليوشن علشان اوجد الاتش بلس؟ بقول والله بدي اي معادلة بتحتوي على ال HPO4 وال PO4. ابسط معادلة هي معادلة ال KA3. ال KA3 HPO4 2 سالب تعطينا PO4، هاي ال PO4 وهي ال HPO4 2 سالب موجودين، وهي ال H بلس يعني بجيب ال H بلس وال PH على طول باستخدام هذه المعادلة. بقول والله ال HPO4 2 سالب 2.5 على 75، ال PO4
2.5 على 75 الاتش بلس 0 هان ماينس اكس زائد اكس اكس. قلنا انه بامكانك انك ما تستخدمش الاكس بالذات لما يكون البفر ويكون الكي اي او الكي بي كبير، يعني صغير جدا، يبقى الاكس حتكون ايش مالها؟ مهملة للغاية. فلو اجينا طلعنا الكي اي 3 حيكون اكس 2.5 على 75 زائد اكس 2.5 على 75 ماينس اكس، بنعمل الفرضية تبعتنا بنقول الاكس بتساوي 4.8 في 10 اس سالب 13. هل تجمع لل 2.5 على 75؟ 10 اس سالب 13 لا تجمع، قليلة جدا، يعني مش بحاجة لانه نحسب الريلاتيف ايرور لانه حيطلع قليل جدا جدا جدا. معنى الكلام الاتش بلس بتساوي الكي اي 3. ايش معنى هذا الكلام؟ معناته عند 25 ميل او بمعنى اخر عند نص الحجم اللازم لنقطة التكافؤ الاولى البي اتش بتساوي البي كي اي 3. عند نص الحجم اللازم لنقطة التكافؤ الاولى البي اتش بتساوي البي كي اي 3. بنحسب الاتش بلس وبنحسب البي اتش. طيب نيجي نضيف كمية اخرى من الاتش سي ال، نضيف 50 مل من الاتش سي ال. بقول انا عندي فوسفات 5 ملي مول، اضفت عليها 5 ملي مول اتش بلس، اذا الملي مول فوسفات ليفت صفر، اذا this is the first equivalence point. خلاص ما دام صار عندي صفر حاجتين متكافئات، اذا هذا هو ايه؟ الايكوفالنس بوينت. عندي لسه هذه اول ايكوفالنس بوينت. حلو كتير، يعني كل الفوسفات اتحولت الى HPO4 2 سالب. لاحظ انه هذه بتقل وهذه بتزيد، هذه لما تصير صفر هذه صارت خمسة، ماشي، لانه الفوسفات كلها خمسة، هذه بتقل، قلت 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 لما خلصت، اذا كلها تحولت لايه؟ لل HPO4 2 سالب. بقول طيب كيف بدي الان المسألة اللي عندي اتحولت لملي مول HPO4 2 سالب 5، اذا تركيز ال HPO4 2 سالب 5 على 50 و50 يعني 100، 5 من 100. طب الان المحلول فقط يحتوي على HPO4 2 سالب 5 من 100، كيف بدي اوجد ال pH له؟ قلنا بالقانون، لانه هذا بروتونيتد سولت وفي نفس الوقت الشحنة عليه 2 معناته Ka2 Kw إلى آخره. ال H بلس بتطلع 2 و 3 في 10 أس سالب 10 وال pH 9 و 65. ماشي يا شباب؟ كويس هذا الكلام؟ طب نمشي كمان خطوة، احنا عمال بدنا نضيف مستمرين في إضافة ال H بلس على ال HPO4 2 سالب، يبقى ال HPO4 2 سالب هذا راح تقل وحيبدأ يتكون عندنا HPO4 سالب. كويس، يبقى هذا حنلاقيه صار عندي بفر مرة تانية. أضيف 75 مل، لاحظوا انه أول 50 مل أنا عندي هدول راحوا في تحويل الفوسفات إلى الهيدروجين فوسفات، مش هيك؟ يبقى وكأني ضايف 25 ميل من ال HCl فقط، لكن ضايفهم على ايه؟ مش على الفوسفيت، لان الفوسفيت خلصت، على ال HPO4 2 سالب. فبقدر اقول والله ال initial millimol HPO4 2 سالب 0.1 في 50 يعني 5، اضفت عليه على ال HPO4 2 سالب 25 مل من ال HCl، يعني 0.1 في 25 2.5 ملي مول H بلس. يبقى ال HPO4 2 سالب حتقل، الملي مول HPO4 2 سالب ليفت 5 ناقص 2.5 2.5 تركيزها، يبقى 2.5 على 125. طب لما صارت 2.5 وين راحوا ال 2.5 اللي فقدتهم او اللي تفاعلوا وين راحوا؟ قال تحولوا لل H2PO4، يبقى الملي مول H2PO4 سالب فورمد 2.5، ولاحظوا 2.5 و2.5 دائما 5 الفوسفات، يبقى ال H2PO4 2.5 على 125، ولو جيت اطلعت عليهم بلاقي انه هدول التنتين بيعملوا بفر، هاي الاسيد وهي اتس كونجوجيت بيز، يبقى هذا بفر. كيف بدي احسب ال pH للبفر؟ بحسبه من اي معادلة بتحتوي على
التو سبيسيز، هي الاتش 2 بي او 4 وهي الاتش بي او 4، والله هذا موجود في الكي اي 2. حلو كثير. هي 2.5 على 125، 2.5 على 125 صفر، 2.5 على 125 - x، 2.5 على 125 + xx. بطلع هذا كي اي 2، قديش الكي اي 2؟ 7.5 × 10^8 صغير كثير، بتوقع الاكس ايش تكون؟ مهمله. ومع ذلك يعني احنا بنشوف هالجيت لما نعوض في الكي اي 2 الاكس بيطلع 7.5 × 10^8. لما بدي اجي اجمعها لل 2.5 على 125 لا تجمع، قليلة جدا، بالفعل هي ايه؟ مهملة. طيب ايش بنشوف كمان؟ بنشوف انه هان عند نص الحجم اللازم لنقطة التكافؤ الثانية بين، يعني الحجم بين نقطة التكافؤ الأولى والثانية في نصه تماما، هان الـ pH بتساوي pKa 2. ليش؟ لأنه هيو الـ X اللي هي الـ H بلس بتساوي الـ Ka 2، يبقى الـ pH بتساوي الـ pKa 2. يبقى أنا لو بعرفش الـ Ka's بقدر من الـ titration curve أجيبها بسهولة. طيب معنى الكلام الـ H بلس بتاع 7.5 × 10^8 والـ pH 7.12 من 100. خلينا الآن نضيف كمية أكبر من الـ HCl، نضيف 100 مل من الـ HCl. عند إضافة 100 مل بقول 50 مل في الأول راحوا أو استهلكوا في تفاعل الفوسفات لما تحولت للهيدروجين فوسفات. طب الـ50 الثانية راحين يستهلكوا لما الهيدروجين فوسفات تتحول كلها للـ H2PO4 سالب. ونشوف هذا الكلام، انا عندي الانيشال ملي مول اتش بي او 4 2 سالب، 5 ملي مول اللي هي اجت من الفوسفات 5 ملي مول. طب قديش اضفت عليها اتش بلس؟ اول 50 بحكيش فيهم، اضفت عليها 50 مل اتش بلس يعني 5 ملي مول. اذا الملي مول اتش بي او 4 2 سالب ليفت 5 ناقص 5 صفر، يبقى هذه هي السكند ايكويفالنس بوينت. الاتش 2 بي او 4 5 على 150. طب كيف بدي اوجد البي اتش ات ايكويفالنس بوينت او السكند ايكويفالنس بوينت لما كل المحلول يكون اتش 2 بي او 4 سالب؟ بقول هذا برضه بروتونيتد سولت، هذا برضه بروتونيتد سولت، لكن كم شحنه عليه؟ شحنه واحده. اذا كي اي 1 كي دبليو زائد كي اي 1 كي اي 2 تركيز السولت على كي اي 1 زائد تركيز السولت كله تحت الجذر. لو عملت هيك تطلع عندي ال H بلس 2.5 × 10^5 وال pH 4.6. لكن يعني ملاحظين معي انه كل نوع من انواع المحاليل له طريقة حساب، كل نوع من انواع المحاليل له طريقة حساب لل H بلس تبعته. طب الان نيجي نضيف كمية اكبر من ال HCl، راح الاحظ انا انه سكان اضفت كمية اكبر من ال HCl، ال H2PO4 سالب، هذا راح يقل وراح يبدا يتكون عندنا الفوسفوريك اسيد، راح يبدا يتكون عن يعني صار عندي بفر جديد. طيب بنقول عندنا الانيشال ملي مول من ايش هالجيت؟ ال H2PO4 لانه خلصت ال HPO4 كلها تحولت لل H2PO4، فانا بدي اضيف 125 مل. بقول اول 50 مل راحوا في تحويل الفوسفات الى الهيدروجين فوسفات، ثاني 50 مل راحوا في تحويل الهيدروجين فوسفات الى ال H2PO4، هاي كمان 50 مل. اذا وكان اضفت 25 مل على هذا، فبقول والله انا عندي الملي مول من ال H2PO4 5، اضفت عليها 25 مل من ال 0.1 مولر HCl يعني 2.5 ملي مول. اذا الملي مول H2PO4 سالب ليفت 5 ناقص 2.5 2.5، تركيزه 2.5 على 175 الحجم الكلي. طيب انا لما اضفت H بلس على ال H2PO4 تحول لايه؟ للفوسفوريك اسيد، تحول للفوسفوريك اسيد. اذا الملي مول فوسفوريك اسيد 2.5، لانه مجموع كل الفوسفات فوسفوريك اسيد وهيدروجين فوسفات مجموعهم كلهم 5. ماشي. اذا
الفوسفوريك اسيد ايضا تركيزه 2.5 على 175، ولو جيت طلعت بلاقي فوسفوريك اسيد وداي هيدروجين فوسفيت، هذا بفر، هي الاسيد وهي الكونجوجيت بيز تبعته. كيف بدي اجيب البي اتش للبفر؟ بقول بسيطه، هي 2.5 على 175، 2.5 على 175، 2.5 على 175 ناقص اكس، 2.5 على 175 زائد اكس واكس. بقول هذا عباره عن ايه؟ كي اي 1. قديش قيمته؟ 1 و1 في 10 اس سالب 2. ايش رايكم؟ الاكس متوقع تكون يعني مهمله ولا متوقع تكون في لها قيمه؟ والله ها في شيء مشكوك فيه، يعني شيء مشكوك فيه، لانه 10 اس سالب 2 مش صغير كثير، 10 اس سالب 2 مش صغير كثير. فابني يجي ايش بنقول؟ كي اي 1 بنعوض عن الارقام اللي قدامي. بنعتبر انه 2.5 اكبر كثير من الاكس، لكن طبعا يعني انا حاطط لكم علامات تعجب، هاي انه كي اي 1 از فيري سمول، لا علامات تعجب، لا مش فيري سمول هو. على اي حال الاكس تطلع 1 و1 في 10 اس سالب 2، بجيب الريلاتيف ايرور بيطلع 77%. اذا الريلاتيف ايرور ايش بيقول لي؟ بيقول لي لا والله هذه الاكس لا يمكن الغاها هذه، او بمعنى اخر الاتش بلس اللي جايه من من تفكك ال من تفكك الفوسفوريك اسيد مهمه، لازم ناخذ بالنا منها، مهمه، في لها قيمه، في لها قيمه بتاثر على البي اتش، وبالتالي لو استخدمت الكوادراتيك ايكويشن تطلع 5.2 في 10 اس سالب 3 الاتش بلس او الاكس، والبي اتش 2.29، بينما لو حسبنا بدون الاكس هتطلع البي اتش 1.96. طبعا 1.96 ل 2.29 في فرق، للامانه مش فرق كبير، لكن يعتبر فرق كويس، يعني مش عاطل، للامانه مش فرق كبير، لكن يعتبر ايش؟ يعني حاجه لا يمكن اهمالها، غلط نهملها. كويس؟ فشفنا انه ممكن الاكس حتى لو كان بفر، حتى لو كان بفر ممكن انه الاكس تكون لها قيمه، لكن وقتيش هذا الكلام؟ فقط فقط ودائما فقط اذا كان الكي اي مش صغير، الكي اي مش صغير. طيب خلينا نتطلع على ايش بيحصل لما نضيف كمان اتش بلس. بقول والله الاتش 2 بي او 4 كلها بتتحول لايه؟ للفوسفوريك اسيد. يبقى عند الاكوفلنس بوينت الثالثة او عند اضافة 150 مل كل هي كمان 50 مل، هذا حول ال H2 PO4 الى H3 PO4 50 مل برضه بتاخد. يبقى بقدر اقول انا انه عند 150 مل الاصل انه كل الهيدروجين او الداي هيدروجين فوسفير تتحول لايه؟ للفوسفوريك اسيد. ما علينا، احنا بنقول اول 50 مل راحوا في تحويل الفوسفيت للهيدروجين فوسفيت، ثاني 50 مل راحوا في تحويل الهيدروجين فوسفيت للداي هيدروجين فوسفيت، اذا انا اضفت بس 50 مل على الداي هيدروجين فوسفيت. باجي بقول هان الانيشال ملي مول داي هيدروجين فوسفيت 5، الملي مول اتش بلس ادد 0.1 في 50 يعني 5، اذا الملي مول اتش 2 بي او 4 ليفت 5 ناقص 5 صفر، معناته ايه؟ This is the third equivalence point. This is the third equivalence point. الملي مول فوسفوريك اسيد طبعا ما دام هذا صفر اذا كلها تحولت للفوسفوريك اسيد 5، لانه كل الفوسفيت 5. تركيز الفوسفوريك اسيد 5 على 150 و50 200، يبقى الان في عندي بس فوسفوريك اسيد. طب كيف بدي اوجد البي اتش للفوسفوريك اسيد اللي تركيزه 5 على 200؟ بقول بكتب المعادلات وبعدين بقسم كي اي 1 على كي اي 2، كي اي 1 على كي اي 2 اكبر من 10 اس 2، اذا بلغي الكي اي 2 والكي اي 3 الاكوليبريا الثاني والثالث بلغيهم، وبيضل عندي فقط الفوسفوريك اسيد. باجي بقول هي 5 على 200 او 0.025،
0.025 - xxx، لكن بدي اتذكر انه الاكوليبريم كونستانت كيف ايش كيف وضعه، كبير ولا صغير؟ بدي اخذ بالي منه انه مش صغير كتير. ما علينا، حيطلع معنا سواء يعني اخذنا بالنا او لا. بنقول كي اي 1 بتساوي اكس تربيع على البوينت 0.025 - x، بنعمل الفرضيه تبعتنا الاكس بتطلع 0.017. لو جبنا الريلاتيف ايرور بيطلع 68%، 68% غير مقبول. اذا وي شود يوز ذا كوادراتيك ايكويشن. معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام انه الاكس في لها قيمه، وبالتالي لا يمكن اهمالها جنب البوينت 0.025، علشان هيك لازم نحل باستخدام الكوادراتيك ايكويشن. بدي اخذ اخر نقطه، بدي اخذ اخر نقطه. لما اجي اضيف كمان بدي اضيف، هي عندي فوسفوريك اسيد هان، اضفت عليه اتش بلس بتفعلوش، بضلهم زي ما هم بتفعلوش. فبدي اوجد البي اتش، بدي اوجد البي اتش. فتعالوا نضيف 175 مل. بقول اول 50 مل استهلكوا في تحويل الفوسفات للهيدروجين فوسفات، ثاني 50 مل استهلكوا في تحويل الهيدروجين فوسفات للداي هيدروجين فوسفات، ثالث 50 مل استهلكوا في ايه؟ في تحويل ال H2PO4 سالب للفوسفوريك اسيد. اذا هي 150 مل راحوا، اذا انا قديش ضايف على الفوسفوريك اسيد؟ 25 مل. فباجي بقول والله الملي مول اتش بلس اكسس بتساوي 0.1 في 25 بس 2.5، تركيز الاتش بلس الاكسس 2.5 على 225. طيب قديش الملي مولز من الفوسفوريك اسيد؟ 5. طب تركيزه 5 على 225. باجي بقول اذا الاتش بلس بتساوي الاتش بلس الاكسس زائد الاتش بلس اللي جاي من الايه؟ من الفوسفوريك اسيد. كيف بدي اجيب الاتش بلس الكليه؟ هل اعتبر زي ما اعتبرت الحصه الماضيه انه الحصه الماضيه اعتبرت انه الهيدروكسيد اللي جاي من الاكسس اكبر كتير من الهيدروكسيد اللي جاي من الكربونيت، وبالتالي قلت والله يعني الكربونيت كميه الهيدروكسيد اللي جاي منها مهمله اذا ما قورنت بالهيدروكسيد اللي جايه من الاكسس، وقلت انه في معظم الاحيان هذا كلام صحيح، في معظم التفاعلات صحيح، لكن قلنا انه بيكون في مشكله فقط اذا كان الاكوليبريم كونستانت عالي. يعني مثلا الاكوليبريم كونستانت للتفاعل الكربونات كان 10 - 4، يعني بنقدر نقول انه منخفض. بينما هنا الاكوليبريم كونستانت للفوسفوريك اسيد 10 - 2. تعالوا نشوف هل يمكن الغاء الاتش بلس اللي جاب الفوسفوريك اسيد ولا لا. احنا بنحل يعني عادي، هي الفوسفوريك اسيد بيتفكك بعطيني اتش بلس وداي هيدروجين فوسفات، هذا عندي 5 على 225 2.5 على 225 ماينس اكس زائد اكس اكس، حيث اكس هي كميه الاتش بلس اللي جايه من الفوسفوريك اسيد. فعلى فرض انه الاكس هذه قليله، الاكس هذه قليله اذا ما قورنت ب 2.5 على 225، فباجي بحل المساله بتطلع الاكس عندي 2 و2 في 10 - 2. طب بطلع الريلاتيف ايرور بيطلع 200%. ايش معنى هذا الكلام؟ معناته الاسامبشن از انفاليد، انه الاكس ليست اقل من ال 2.5 على 225، مش اقل منها بكثير، مش اقل. يعني بمعنى اخر، بمعنى اخر، بمعنى اخر، الاتش بلس اللي جاية من تفكك الفوسفوريك اسيد اللي هي الاكس مش اقل، مش اقل من ال 2.5 على 225، مش اقل، مش اقل. الها قيمة مهمة يجب اخذها بعين الاعتبار لما نحسب الاتش بلس للمحلول. يبقى هان كمان مرة لما كان الكي بي كبير، لقينا انه لما كان الكي اي عفوا كبير، لقينا انه لا يمكن اهمال الاتش بلس اللي جايه من الفوسفوريك اسيد، لانه الكي بي طبعا لما نقول كبير نسبيا كبير، هو يعتبر صغير لكن نسبيا كبير، نسبيا كبير، فلا يمكن اهمال الاتش بلس اللي جايه من الفوسفوريك اسيد. هيك يا شباب كملخص
بنقول اه والله في البدايه كان في عندنا فوسفيت، عرفنا كيف نحسب البي اتش للفوسفيت، بعدين عندي بفر بعرف احسب البي اتش للبفر، وكان الكي اي صغير كثير لقينا الاكس مهمله. الاتش بي او 4 2 سالب بروتيك او بروتونيتد سولت، هذا من القانون، ببدا بالكي اي 2 لانه شحنتين. بفر فيش عندي مشكله، والاكس مهمله لانه الكي اي 10 اس سالب 8 قليل كثير. طيب H2PO4 سالب من القانون وعندي شحنة واحدة، ببدأ بالـ KA1KW. بفر فيش عندي مشكلة، بفر فيش عندي مشكلة، لكن هل يتم إلغاء الـ H بلس ولا لا؟ احنا بنفضل طبعا انه هل يعني يتم إلغاء الـ X ولا لا؟ بنقول والله الـ KA كبير نسبيا، يعني عملية إلغاء الـ X بدها حسابات، يعني مش لازم ناخد يعني الطريق الاسهل ونقول بنلغيها، لا، الافضل لنا انه يعني ما نلغيهاش وبعدين نثبت نشوف يعني هل هي تلغى ولا لا. وغالبا لما يكون الكي اي يعني قيمة محترمة زي ما هو موجود في مثلا الفوسفوريك اسيد، او زي ما حنشوف في الاوكزاليك اسيد 6.5 × 10^2، يعني برضو كمية ايش مالها تعتبر عالية نسبيا، فبنشوف هل تلغى ولا لا. الفوسفوريك اسيد بنعرف كيف نحسب له البي اتش، متعودين كي اي 1 على كي اي 2 اكبر من 10^2، فبنلغي الاكوليبريا اللي فاضلة. في النهاية لما يكون عندي خليط من سترونج اسيد وبوليبروتيك اسيد، بقول كيف بدي اعمل هذا الكلام؟ بقول والله البوليبروتيك اسيد بلغي التفككات الاخرى، في البدايه بضل عندي تفكك واحد اللي هو الفوسفوريك اسيد، اول تفكك هو اللي بيضله لانه الكي اي له اكبر كتير من الكي ايز الثانيه، بعدين بعوض عن الاتش بلس الزياده وكانه كومن ايون، وبحسب قيمه الاكس. فهان زي ما شفنا اذا بدنا نلغي الاكس معناته في عندي خطا نسبته 200 تقريبا 200 في المية، هذا يعتبر خطأ جسيم للغاية. عشان هيك بنقول باختصار لا زال الفوسفوريك أسيد بيعطيني كمية من الاتش بلس، كمية مهمة من الاتش بلس تشارك في تحديد البي اتش للمحلول النهائي. يعني الاتش بلس للمحلول هي عبارة عن الاتش بلس الاكسس زائد الاتش بلس اللي جاي من تفكك الفوسفوريك أسيد، الاثنين بيشاركوا في قيمة الاتش بلس اللي موجودة في المحلول. ماشي يا شباب. طيب خلينا ننتقل الآن لمعايرة الميكتشرز من الأسيدز. معايرة ميكتشرز من الأسيدز، بقول إنه عادة إذا كان عندي strong acids فعندي one end point، يعني مثلا لو عندي HCl nitric acid عندي one end point. الفكرة ايه؟ الفكرة انه الاثنين strong acids، الاثنين في المية موجودين على هيئة H plus والكونجوجيت بيز كويس، وانا لما اجي عاير بعاير ال available H plus، فبما انه ال H plus من الاثنين موجود بعرفش هذا تبع مين وهذا تبع مين، الاثنين موجودين ملخبطين اتش بلس بتفرقهمش عن بعض، وبالتالي عملية المعايرة بتكون عادة وان سنجل اكويفالنس بوينت للاثنين. ماشي يا شباب. يعني على سبيل المثال ممكن نقول لما يكون في عندي تو سترونج اسيدز، هاي في عندي ميل بيز هيدروكسيد، خلينا نقول وهي البي اتش، بلاحظ انه ممكن نلاقي حاجة زي هيك او نلاقي حاجة زي هيك بحسب قديش كمية التو اسيدز. يعني هان الاند بوينت بتقول لي والله هذا الحجم بكافئ التو اسيدز، او هذه المعايرة بتقول لي انه هذا الحجم بكافئ التو اسيدز، فحسب كميه الاسيد حسب تركيز التو اسيدز انا عندي مجموعهم
هو اللي بيساوي او الحجم الخاص فيهم الملي مولز تبعتهم هي اللي بتساوي الملي مولز من البيز. فقديش هذه الملي مولز كبيره بتاخذ ملي مولز اكبر من البيز. ليه؟ لانه التفكك عندي تفكك كامل. يبقى بنحكيش كثير عن معايره تو سترونج اسيدز لانه بنعاملهم وكانهم ايه؟ وان اسيد. بنقدرش نفرق بين البروتونز لواحد منهم عن الاخر. لكن اللي بدي احكيه انا ايش بيحصل لما نعاير ميكتشر من سترونج اسيد وويك اسيد. وخلينا ناخذ في البدايه سترونج اسيد زي ال HCl وويك اسيد مونوبروتيك زي الاسيتيك اسيد. انا عندي الاسيتيك اسيد بتفكك بعطي H بلس زائد اسيتات، وال HCl بعطينا H بلس زائد Cl ماينس. فلما بدي اجي اعاير انا اقول هاي الميل هيدروكسايد وهي ال pH، ايش اللي بقى لما هدول يكونوا في ميكتشر ايش اللي انا بعايره بالضبط؟ بقول انا بعاير ال H بلس من ال HCl فقط في البداية. ليه؟ قال لانه اصلا هذا تفككه ضعيف، ولما يكون عندنا H بلس من هان جاي راح يقل، اذا الاستيك اسيد حيحافظ على حاله مش ايه؟ مش متفكك. اذا ايش اللي موجود؟ ايش ال H بلس اللي موجود في المحلول؟ ال HCl. اذا في البداية حناخد ال HCl. لما يخلص ال HCl حبدأ عاير الاستيك اسيد. لكن انتبه شوية، عند نقطة النهاية هذا الفوليوم اكويفالنت لل HCl، هو الفوليوم من الهيدروكسيد اكويفالنت لل HCl ماشي. طب عند نقطة النهاية قديش ال pH؟ عند نقطة النهاية قديش هان؟ عادي بعاير عادي فيش مشكلة، ال H عمال بيقل لغاية ما اوصل لانه كل ال HCl خلص عند نقطة النهاية. قديش ال pH؟ لا طبعا مش 7 لانه في عندي هان بالضبط خلص الـ خلص ال HCl. ايش صار عندي في المحلول؟ اسيتيك اسيد. اذا عند نقطة النهاية بدي احسب ال pH من كمية او تركيز الاسيتيك اسيد اللي موجود. يبقى عند نقطة هذا فرق، عند نقطة النهاية بكون عندي بس اسيتيك اسيد. اذا بدي احسب ال pH من تركيز الاسيتيك اسيد اللي عندي. عموما خلينا نقف اليوم هان، والحصة الجاية اذا اراد بناخذ مثال على هذا النوع من المسائل. فبنشوفكم الحصة الجاية اذا اراد.